توفي الأربعاء 2 سبتمبر 2020 الفنان المغربي الكبير عبد الجبار الوزير عن عمر ناهز 88 سنة، وذلك بعد صراع طويل مع المرض. وأكد مسعود بوحسين رئيس النقابة الوطنية لمهني الفنون الدرامية في تصريح لجريدة العمق وفاة الفنان المغربي عبد الجبار الوزير بمدينة مراكش. من جانبه أكد نجل الفقيد أحمد الوزير أنه فارق الحياة بشكل طبيعي داخل منزله الكائن بحي الداوديات بمراكش، الله يرحمه. وأضاف أحمد الوزير أن جثمان الراحل، والذي عانى مؤخرا من مضاعفات صحية ناجمة عن مرض السكري، نقل على إثرها إلى المستشفى. سيوارى غدا الثرى بمقبرة باب دوكالة بعد صلاة الظهر، وكانت الحالة الصحية للفقيد قد تدهورت مؤخرا، حيث نقل أكثر من مرة إلى المستشفى قصد تلقي العلاج، آخرها كانت في شهر يوليو الماضي حيث دخل في غيبوبة. ويعد عبد الجبار الوزير، والذي ولد في المدينة الحمراء سنة 1902 و30، يعد من الشخصيات الفنية البارزة والتي طبعت السجل الفني للمغرب عموما ومراكش خصوصا. وكانت الانطلاقة الفنية لعبد الجبار الوزير الذي بدأ حياته كحارس مرمى لفريق الكوكب المراقشي لكرة القدم مع فرقة الأطلس الشعبي لمولاي عبد الواحد حسنين، وهي المدرسة الفنية التي تخرج منها عدد كبير من الممثلين. ودي من أواخر الصور اللي التقطت له قبل رحيله اليوم، الله يرحمه. كان فنان قدير وليه أعمال كتير جدا، وهنشوف صورته في شبابه، كان وسيم جدا. هنا ادي صورته في شبابه اللي هي على اليمين، طبعا كان وسيم. الحاج عبد الجبار الوزير ايام الشباب. ولد عبد الجبار الوزير بضرب لكزة قرب رياض العروس بمدينة مراكش وسط أسرة متوسطة الحال، حيث كان والده يعمل إسكافيا قبل أن يتحول إلى تربية الماشية والفلاحة. وقضى عبد الجبار الوزير سنوات طفولته بين الأحياء الشعبية للمدينة القديمة في مراكش، وبدأ في تعلم العديد من الحرف التقليدية وتميز فيها كصناعة الجلد والخشب قبل أن يلج عالم كرة القدم عندما كان في 15 من عمره، ويلتحق بعد ذلك سنة 1948 بفريق الكوكب المراقشي في نفس سنة تأسيسه، حيث لعب حارس مرمى لفريق الفتيان. سجن لفترة من الوقت بسبب مواقفه الوطنية بعد نفي الملك محمد الخامس أيام الحماية الفرنسية. وفي سجن لعلو بالرباط تعلم قواعد القراءة والكتابة من مقاومين مغاربة كانوا معتقلين معه في نفس الزنزانة، وقضى في صفوف القوات المساعدة 4 سنوات قبل أن يقرر التفرغ نهائيا للتمثيل والفن. توفي الفنان القدير عبد الجبار الوزير اليوم 2 سبتمبر 2020 بعد صراع طويل مع المرض عن عمر ناهز 88 سنة. تزوج عبد الجبار الوزير سنة 1957 من ابنة أحد أصدقاء والده الذي كان يعمل جزارا معروفا في باب تغزوت بمدينة مراكش، وأنجب من زوجته 4 أبناء هم سعاد، وولدت يوم 15 سبتمبر 1961
58 وأحمد 22 أبريل 1960 ومحمد 4 سبتمبر 1965 وعبد الحكيم ولد في 10 أكتوبر 1973. تشبع عبد الجبار الوزير بفن الحلقة الذي تشتهر به ساحة جامع الفن بمراكش، فتعلم فن الحكي وأصول التمثيل قبل أن ينضم للعديد من الفرق المسرحية المحلية ويشارك معها في مسرحيات عرضت داخل المغرب وخارجه. ومن أهم الفرق التي انضم إليها فرقة الأمل والأطلس وفرقة الوفاء. قضى عبد الجبار الوزير أكثر من 60 سنة في الفن، حيث قدم عشرات المسرحيات والمسلسلات التلفزيونية والإذاعية، وشارك في العديد من الأفلام والإعلانات المغربية. وكان أول عمل مسرحي يؤديه هو مسرحية الفاطمي والضاوية سنة 1951 رفقة الفنان الراحل محمد بالقاس، والتي عرضت عشرات المرات في مختلف مناطق المغرب، ومن بين من عرضت أمامهم جلالة المغفور له الملك محمد الخامس بفضاء قصر الباهية بمراكش عام 1957. ونجح الوزير كثنائي كوميدي مع الفنان الراحل محمد بالقاس، كما قدم عددا من المسرحيات والمسلسلات والأفلام الناجحة، من بينها مسرحية الحراز 1968 وفيلم حلاق ضرب الفقراء 1982 والسلسلة الكوميدية دار الورثة عام 2010 وفيلم والمو عام 2009 وغيرها، إضافة إلى ماضيه المشرق ضمن صفوف المقاومة الوطنية وشهرته مع فريق الكوكب المراقشي الله يرحمه، ونعته كثير من الصفحات الفنية، وكتبوا الساحة الفنية بالمغرب تفقد الهرم الكبير عبد الجبار الوزير 2 سبتمبر 2020. لو أعجبكم الفيديو يا ريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد، وشاركونا بالتعليقات، وشكرا لكل المحبين والمتابعين والمشاهدين قناتكم قناة أخبار النجوم. شكرا